حياكم الله في زوارة اليوم. اليوم راح نتكلم عن خمول الغدة الدرقية. خمول الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة اللي تصيب النساء وتصيب الرجال، لكن أكثر شيوعا في النساء، وأيضا تصيب جميع الأعمار، لكن تصيب طبعا يزيد فرصة الإصابة فيها مع تقدم السن. الكثير من المرضى يسأل شنو سبب حدوث مرض الغدة الدرقية أو خمول الغدة. أكثر الأسباب شيوعا هي الأمراض المناعية. شنو نقصد فيها؟ أن الجسم يبتدي يهاجم الغدة الدرقية ويخلي فيها خمول. من الأسباب الثانية اللي قد تصيب الغدة، بعض الأدوية قد تؤثر على وظائف الغدة الدرقية ويحدث الخمول، أو طبعا بعد العمليات الجراحية أو أخذ اليود المشع، هذه كلها أسباب لخمول الغدة الدرقية. طيب شنو يحس فيه المريض؟ المريض راح يشعر في التعب والإرهاق، زيادة في النوم، ممكن يشتكي المريض من الإمساك، ممكن يشتكي المريض من جفاف في الجلد أو تساقط في الشعر. وبالنسبة حق النساء أيضا ممكن يشتكون من اضطراب في الدورة الشهرية. طبعا لما يشتكي المريض من هذه الأعراض يروح حق الطبيب، راح يتم عمل فحص دم، وعن طريق فحص الدم يتم تشخيص خمول الغدة الدرقية. يعني التشخيص جدا سهل، ولما الدكتور يشخص الغدة مني يبتدي العلاج، والعلاج أيضا سهل، عبارة عن حبة ياخذها المريض بشكل يومي. بس أهم شيء في العلاج الأخذ الصحيح للحبة والاستمرار أو المداومة على العلاج. طيب شلون ناخذها بشكل صحيح؟ إن المريض ياخذها الصبح على الريج أول ما يقعد من النوم مع الماء، وإذا بيتريق ينطر على الأقل نص ساعة أو ساعة يكون أفضل، وبعدين ياخذ الحبة. طبعا لازم ياخذها يوميا، يحاول ما يطوف ولا يوم. بعض الأدوية ممكن تقلل من امتصاص حبة الغدة الدرقية إذا أخذها المريض مباشرة، يعني بعد خلال ساعتين تقريبا. فمثلا حبوب الحديد وحبوب الكالسيوم إذا المريض كان ياخذها، الأفضل ياخذها عقب ما ياخذ حبة الغدة بأربع ساعات. طيب بعد الالتزام بالعلاج شنو راح يسوي الدكتور؟ راح يعيد الفحص تقريبا بعد 6 أسابيع إلى شهرين، ويشوف التحليل. إذا كان التحليل زين راح يكمل نفس الجرعة، إذا التحليل لازال غير منتظم من الغدة فالدكتور ممكن يزيد أو ينقص على حسب حاجة المريض. اللي نطلع فيه بزوارة اليوم إن المريض لازم ياخذ الحبة بالطريقة الصحيحة، وينتظم على أخذ الحبة يوميا، ويداوم على مراجعة الطبيب تقريبا كل 6 شهور على الأقل لعمل فحص علشان يتأكد إن الغدة أو الوظائف الغدة تكون سليمة. وما تشوف إن شاء الله.